في هذه اللحظات تمت انطلاقة شوط الكاس الشوط الأول. الرئيس انطلق بحفظ الله وسلامته في أول المراكز. أرى شعار الشهامة في هذه اللحظات، هذه الشهامة لسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري في أول المراكز. ثاني المراكز هذه مهمة لسيد علي بن صالح المري، وثالث المراكز الشاهينية لسيد محمد بن صالح البداية في هذه اللحظات في الثالث المراكز. رابع المراكز ولا لسيد صالح بن حمد ابو شريده في رابع المراكز. خامس المراكز واصله في هذه اللحظات مذخوره لسيد محمد بن سعيد الحول مع مذخوره في رابع المراكز، ولكن الشهامه والكاس، الكاس يا متعب يا بن قحيز، الناموس يا علي يا بن قحيز. هذه الشهامه في اول المراكز والمسافه 1500 متر. هذه هي الحفله الكريمه، الشهامه في اول المراكز للسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري. ثاني المراكز واصلة مهمة للسيد علي بن صالح المري. ثالث المراكز في هذه اللحظات الشاهينية للسيد محمد بن صالح البدئي في ثالث المراكز. رابع المراكز واصلة إلى حفلة كريم مذخورة للسيد محمد بن سعيد الحول، ولكن الشهامة حتى هذه اللحظات وبدون أوامر. هذه الشهامة للسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري، هذه الشهامة في أول المراكز مسيطرة سيطرة تامة. هذه الشهامة والماركة المسجلة باسم سعيد بن محمد بن قحيز المري، هذه الشهامة تراضي الماركة لبن قحيز في أول المراكز وبدون أي أوامر. ثاني المراكز مهمة للسيد علي بن صالح المري، ولكن الشهامة تهانينا والناموس للسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري على فوز الشهامة بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي والكاس. تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصلت مذخورة لسيد محمد بن سعيد الحول، وثالث المراكز وصلت مهمة لسيد علي بن صالح المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 16 ثانية 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري.